الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نبدأ بحديث ودليل التوكل على الله. الله يسلم الديات يا سيدي. التوكل على الله هو التصديق لله عز وجل والاعتماد عليه والسكون والطمأنينة إليه في كل ما ضمن لنا. الله سبحانه وتعالى ضمن لنا الرزق، بس نحن ما بعرف كأنه ما لنا مصدقين، كأنه يعني واحدنا سبحان الله بتلاقيه يعني قال انتوا اضمنوا لي الرزق، اضمنوا لي العبادة انا اضمن لكم الرزق. نحن تركنا العبادة ولحقنا الرزق، فبتلاقي الواحد سبحان الله يعني مهموم على رزقه، مهموم على الشيء اللي الله سبحانه وتعالى بده يعطيه. لو كنت متوكل على الله فعلا كان كل شيء اعطاك يا رضيت فيه. مو من الله، مو الرزق من الله سبحانه وتعالى. والرزق بيتضمن المال، بيتضمن الصحة، بيتضمن العبادة، الرزق كل شيء، العلم، العلم رزق. فكل شيء الله سبحانه وتعالى أعطاك يا رزق منه، بتلاقي إنه سبحان الله ولا كأنه مصدقين. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة له، فقال يا رسول الله أرسل ناقتي وأتوكل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل. رواه الترمذي. فكلياتنا حافظين هالحديث هذا، يلي درس واللي ما درس واللي قرأ واللي ما قرأ بيعرف انه ايش اعقلها وتوكل. فسبحان الله بتلاقي ايش يعني كامشين هالكلمة وماشين فيها. التوكل محله في القلب، لمتكر على الله سبحانه وتعالى في قلبه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، مؤمن بالله سبحانه وتعالى، مؤمن بعطاء رب العالمين، مؤمن بالقضاء والقدر، ما تتوكل على الله سبحانه وتعالى حق اتكاله. قول الله سبحانه وتعالى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كل شيء كتبه الله سبحانه وتعالى لابد انه ايش نشوفه، وهذا مو معناته انه الانسان مجبر، لا. الله يسلم دياته. الانسان مو مجبر على شيء ابدا، الانسان مخير مو مسير. ولما رب العالمين سبحانه وتعالى كتب علينا على جبيننا الاشياء ونحن صغار في بطن امنا، ونزل الملك كتب شقي ام سعيد، قال الله سبحانه وتعالى علم اختيارك فكتبه عليك. الله سبحانه وتعالى بيعلم شو بدك تختار، فكتب عليك اختيارك. انت حر، بدك تروح على الجامع، بدك تروح على السينما، بدك تروح تلعب مباراة كرة قدم، ما في ملك بيشحطك على الجامع، ما بصير تروح تلعب كرة قدم، تروح على الجامع غصبا عنك. ما حدا بيشحط حدا على أي مكان. فلذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى محله القلب، والإنسان إذا متوكل على الله في جميع أموره بيريح باله. الشكر، ما معنى الشكر؟ الشكر يكون في مقابلة نعمة. شغل الميكروفون. الشكر يكون في مقابلة نعمة. هل يوم بتأسدي لي معروف بقول لك شكرا، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. لما انسان اي نعم يعني بيأسدي لك خدمه، اي نعم، اثنين لا تنساهم ابدا، احسان الناس اليك واساءتك للناس. فيعني بيتم الانسان سبحان الله اي نعم اذا اساء لحدا بيتم كل ما شاف الحدا بيعتذر منه، ببوسه، اي نعم، ببوس ايده، بدك تسامحني الله يكرمك، والله انا بيوم من الايام اخطيت بحقك، بدك ما تنسى إساءتك للناس أبدا أبدا. هلا في الصلاة أحيانا بنسمع اللي جنبنا، نحن في الصلاة عم نصلي، لما بيقول الإمام سمع الله لمن حمده، فتلاقي جنبك بيقول اللهم ربنا ولك الحمد والشكر. ما في والشكر هون،
اللهم ربنا ولك الحمد بس. فلذلك الحمد أعم من الشكر. اللي إنسان مكسورة إيده بتقول له شو بك خير إن شاء الله، بيقول لك الحمد لله، ما كسر لك إيدك يا زلمة، مع ذلك نقول الحمد لله. المريض اللي بالمشفى منروح منزوره إن شاء الله أجر وعافية خير إن شاء الله، بيقول لك الحمد لله. في ناس بتزورك أنت مريض بيقول لك شو عامل مع الله لحتى سفأك هالسفأة، والله عاملين كتير قلة أشياء عاملينها مع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان بده يحاسبنا على أعمالنا بحرطمنا فرد مرة. نعم. ففي الصلاة نقول اللهم ربنا ولك الحمد، لأنه ولو رب العالمين سبحانه وتعالى في شيء ما أعطاك إياه فبدك تحمد الله سبحانه وتعالى على جميع أمورك. وقال عليه الصلاة والسلام أمتي هم الحمادون، وأول سورة في القرآن الكريم الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين. فلذلك الشكر في مقابل نعمة، الحمد في مقابل نعمة وغير نعمة. نعم. نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا بدك تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، أنعم علينا نعم ما بنحصيها. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. الأشياء اللي عاطينا إياها ما فيك تحصيها، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة المشي، يعني في نعم كثيرة. في يقال إنه نعم بهلول بيقول له لهارون الرشيد هيك بينسبوها له، إنه إذا شربت مي هلا، إذا كنت عطشان كثير 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 وما لقيت مي، وحدا جاب لك كوب من الماء، كأس من الماء، قديش تدفع ثمنه؟ قال نصف ملكي. للإنسان لما بيعطش بيطوش حجره بده يشرب. اي نعم. فقال اي نعم سبحان الله، قال له يطفيها اذا كان اثر عليه. فقال له بدفع نصف ملكي لقاء اني اشرب. اي نعم. فقال له طيب هلا اذا هالماء استقر في داخلك وما كان يطلع، قديش بتدفع مشان يطلع هالمال من جسمك؟ قال النصف الآخر من ملكي. فقال شو هالملك يلي نعم حقه شربت مي ولما بتطلع بتقضي حاجة. لذلك الإنسان لما بيطلع نعم من الخلاء يقول غفرانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يوم نعم صابتني نعم احتباس بول، حطوا لي قسطرة شي 3 أشهر، عرفت معنى نعمة إنه إنسان نعم يطلع لبرا ويقضي حاجة. شفت رجل من فترة وقفني بالشارع قال لي شيخ مشان الله دريت إنه أنت كمان صابك هالأمر هذا، قلت له خير؟ قال لي وأنا صايبني هلأ وحاطط قسطرة مسكين. قال لي مالي عرفان شو بدي ساوي حالي، أنا ما بساوي شيء. بتم بتقيم قسطرة بتحط قسطرة إنه كل 15 يوم بدها تبديل هي مشان ما تساوي إيش أنتانات والتهابات، وتركيبها مؤلم جدا، وخاصة لما تكون نعم بأيدي ناس مو متقنين إلها. نعم. فبدك تتم تقيم واحدة تحط واحدة لحتى يمشي بقى إيش الأمر معك ويصير الإنسان يطلع لبرا برياحته. فشفته بعد شهر قال لي الحمد لله أنت القسطرة. الحمد لله بدأ بكلمة الحمد لله. فواحدنا ما بينتبه للنعم اللي عايش فيها، ما بيعطي باله لهالأمر. طيب الضرير اللي معه صمم، اي نعم، اللي مصاب. تلاقي امبارح كنت مع رجل، امبارح كنت مع رجل اي نعم معه القلب مركبين له شبكة، معه الضغط، معه السكر، مدري كم مرض معه. اي نعم. ويعني وعم يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره ويؤدي الصلوات في اوقاتها ومرافق المشايخ. اي نعم. والزلمه عايش يعني سبحان الله متعايش مع هالامراض اللي معه. فنعم الله سبحانه وتعالى كبيره. يوم بيصح لك لقمه اكل تاكل، في ناس مو صحيح لها تاكل. في ناس اي نعم قلبي اي نعم مثل الوتد من قله الاكل.
فأنت صح لك أكل، صح لك شرب، صح لك كل شيء. أين؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالله سبحانه وتعالى نعم، الإيمان نعمة من الله سبحانه وتعالى. هلا أنت قاعد بالجامع، غيرك قاعد بالقهوة، غيرك قاعد بالخمارة. يوم عزموني نعم على مولد بالقهوة عاملينه، أي نعم، فعلى ما يبدو يمكن صحبي هنين أصحابين القهوة فعاملينه بالقهوة. قال شيخ بتروح؟ قلت له أنا روحي، عم تستنى يوم الجمعة. أنا خرج بقى روحي، نعم تعبت اليوم، تعبت حالي، ما عاد خرج إنه نعم يعني لا أروح ولا أحضر. وبعدين وين يعني، وين رح تاخذني على جامع، تاخذني على القهوة يا رجل؟ شو الاستفادة هي المستفدني فيها؟ أي نعم. فسبحان الله، لما رب العالمين سبحانه وتعالى بيحببك بالجوامع، بيحببك بالمشايخ، بيحببك بأهل الله، هذا مو عطاء كبير من الله سبحانه وتعالى؟ غيرك ما بيحب الجوامع، غيرك ما بيحب المشايخ. كثير ناس بيقول لك إيه نعم والله ما بحب المشايخ. براحتك، إيه نعم حب اللي بدك يا ولا تحب اللي بدك يا، إيه نعم أنت حر، عيش على كيفك، شو بدك عيش، اختار اللي بدك يا، ومسؤول عن اختيارك يوم القيامة. إيه نعم. وما بكم من نعمة فمن الله، هالنعم هي من الله سبحانه وتعالى. لك اللي قاعد بالخمارة بيعرف الله، اللي في الله لك، في يوم قيامة لك، في جنة ونار لك، خرب بيتك لك، شو ما عندك تحت، ما طلع الجامع لك، بيقول لك الله يهدينا. يعني شلون الله بده يهديك؟ يعني يبعث ملاك يبوس ايدك يقول لك معيتك ومع الجامع؟ يعني طالما تعرف الله ما تروح على الجامع. اي نعم. ما في توفيق من الله سبحانه وتعالى. ذكرنا في دروس سابقة في سورة الفاتحة معنى اهدنا الصراط المستقيم، مو اهدنا دلنا. كل الناس تعرف الله. هلا اللي ما بيصلي ابنه بيوم نعم بياكل ضربة مؤلمة بيقول لك يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك، وهو بحياته ما دار وشو على القبلة. بيعرف الله، اي نعم، بس صايرة معرفته سبحان الله اي نعم محدودة. فاهدنا الصراط المستقيم، اي يا ربي دلنا ووفقنا. اذا ما في توفيق من الله سبحانه وتعالى ما بتستفيد شيء. اي نعم، مو رب العالمين سبحانه وتعالى اللي يوفقك، اذا ما وفقك ما استفدت شيء. اي نعم. وما بكم من نعمة فمن الله. الحديث الذي اخرجه ابو داود، اي نعم، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يلي بأسدي لك نعمة نقول له جزاك الله خير، أعلى درجات الشكر جزاك الله خيرا. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. من شكر الله ولم يشكر والديه لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه. يعني أنت منيح مع الله مو منيح مع والديك ما بستفيد شيء. مو منيح مع الله نعم ومعاملتك جيدة مع الناس ما بتستفيد شيء. يلي إيه نعم حق رب العالمين ما عم يؤدي لح يعطيك حقك إلك. قال معاملته جيدة، أي معاملة؟ أول شيء من المعاملات أنه تكون معاملته جيدة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. رجعتنا لوين؟ لعند الله سبحانه وتعالى. وأما بنعمة ربك فحدث. شو تحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى؟ تقعد قدام واحد ما بيجيب اولاد، تقعد تقول له والله عندي ثلاث اربع اولاد، والله مبسوط فيهم، والله لما اصبح فيهم بكيف، كسرت خاطره للزلمه، جبت كلام اي نعم ازال للعظم. تقعد قدام فقير تقول له والله اي نعم اليوم ذبحنا ذبيحه واكلنا المعلاء وروقنا وكيفنا، وذاك الفقير اي نعم مو ملحي وقيه لحمه. هاي التحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى؟ لا، مو بهالشكل هذا، مو بهالشكل هذا. فالتحدث نعم بنعمة رب العالمين سبحانه وتعالى، لما مثلا اني طالع زكاة بقول للناس والله ايش، ما بقول لمين اعطيت زكاتي، والله طالعت زكاة الحمد لله. مشان ايش؟ مشان اللي ما عم يطالع زكاة يتشجع انه يطالع زكاة. والله مريت مثلا اليوم، مو عن نفسي عم اتكلم، عن مثلا اذا انسان عم يتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، مريت اليوم على الصيدلية شفت الدفتر تبع الصيدلية، لقيت الناس اللي عم تاخذ أدوية بالدين
يا لطيف اي نعم في فلان وفلان وفلان، فسكرت حساب اثنين ثلاثه منهم، نالوا هذول عندي انا ودفعت حسابهم. يعني مشان الناس تشجع وتدفع اي نعم، لانه الله سبحانه وتعالى مطلع على النيه. اذا عم تتبغضد والله صدقت والله دفعت بس مشان انه ورجي الناس، ما الله سبحانه وتعالى مطلع. لما نجي على الجامع ناس جاي تصلي فعلا، ناس جاي تأرجي الناس انه هن بيصلوا. هلا في ناس مثلا بتبقى كاتبه على محلها اي نعم انا في المسجد، يعني مشان تعرفوا انه هو راعي الجامع. لا اجمل منه يلي بيكتب لك اي نعم سبقناك الى المسجد، تجي لعنده على المحل كاتب على محله سبقناك الى المسجد، معناته قوم شو اي نعم روح على الجامع لانه احنا سبقناك، فيها تذكير مشان نروح على الجامع. اي نعم، فالتحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى شكر. اي نعم، لما تقعد تتكلم بهالكلام هذا، لما انسان مثلا بيسالني انه كيفك اليوم، انا مريض كيفك اليوم، والله الحمد لله في تحسن ان شاء الله في تحسن. اجاني رجل وانا اي نعم يعني ما في بيني وبين الابر غير خطوه بخطيها وخالصه سيري، قال لي كيفك؟ قلنا له والله الحمد لله. قال لي مبين عليك مشاري اليوم. انا مشاري مو في مرايه، شايف حالي على المرايه. روحي عم تستنى يوم الجمعه، كان يمكن يوم خميس لما سالني. اي نعم، قلنا له يا رجل هي شغلتي. قلت له انا بروح بزور المرضى، بقول له ها ما شاء الله بين عليك اليوم شاري ما احلاك. اي نعم، هو عايف حاله تلاقي. قلت له هي شغلتي انا بشتغلها، جاي اشتغل شغلتي انت. فصار يضحك هو. قلنا له عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه دخل عليه احد الناس في مرض موته وقال يا امير المؤمنين مرضك هذا مات فيه فلان وفلان وفلان. فقال له سيدنا عمر بن عبد العزيز إذا دخلت على أحد فلا تحدثه بمثل ما حدثتني به. ثم قال لجلسائه لا يدخلن علي هذا بعد اليوم، إذا أجا يزورني لا تخلي يفوت يزورني، ما بدي أشكي لا تجي يزوروني. يعني كلمة دج ما لا طعمة. مريض قال له سبحان الذي خلاك، ها لا إن شاء الله اليوم أحسن من امبارح، مع أنه هو مو أحسن لأنه الحالة النفسية إلها مدخل. لما تروح لعند دكتور وانت هالدكتور اي نعم يعني انت عن كل زعمك انه شاطر وانه دكتور يعني خبير، هذا نص العلاج، هذا نص العلاج. من قبل ما تفوت على الدكتور بتحس حالك انت عشت، بس يجي دورك تقول لحالك خلاص هلا بس فوت لعنده رفست المرض تمام، هلا الحمد لله صار دوري فت لعنده، ولا بس اكتب لي الراشيتا معناتها خالص شغلي من احلى ما يكون. فوت عند دكتور اي نعم يقول لك الناس هذا نجار مو دكتور مو كذا، اي نعم ما بستفيد شيء عنده، ما بستفيد شيء. فالحاله النفسيه لها مدخل كبير في الطب وبالدواء. اي نعم، لها مدخل كبير في كثير من اشياء. سمعت بالتواصل الاجتماعي انه اديسون مخترع المصباح الكهربائي والتليفون واخترع كثير شغلات. كان ولد صغير اي نعم بالمدرسه، لما قلعوه من المدرسه كتبوا له ورقه لامه انه هذا الولد اي نعم لا يصلح للدراسه فلا تبعتينا على المدرسه. إيه اجت امه قرت الورقه، جاي الولد ما بيعرف لا يكتب، جايب الورقه ما اعطاها لامه. قال لها امي شو كتبوا لي بالمدرسه؟ قالت له كاتبين لك انه هذا الولد ذكي جدا، فاذا حطيناه المدرسه ما راح يستفيد لانه ذكاؤه أكبر من الدراسة اللي عم يدرسها. أعطته دفعة، اخترع المصباح الكهربائي، هلا النور اللي عم نستنير فيه إن عم الناس عالي عليه فيه، والتليفون وكثير من الاختراعات اللي اشتغلها. إن عم بإيش؟ بتشجيع أمه. لما ولدك بتقول له فاشل زرعت فيه إنه فاشل، لما بتقول له سرسري بيقول لك إذا أنا سرسري إيه نعم على شو معناتها بدي إنه إيه نعم كون والله منيح. وين من شي 50 سنة اي نعم قلت لها لأمي أنا منيح، لك أنا ما في مني. قالت لي لك أمي الناس اللي بدها تزكيك. قلت لها هون المشكلة، ما حدا عم يزكيني، اي نعم ما عم اسمع حدا عم يقول عني منيح، كل الناس إذا مروا بالشارع تلاقي بيهربوا من الحارات الضيقة مشان ما يجي وشي بوشون. اي نعم، فبزماني خطبت بنت اي نعم يمكن كنت بال 17 18 سنة شغيل يعني عم اشتغل، فخطبت بنت قام اي نعم اجت امي حكت، قالت له والله بدي بنتك لابنها. قالت له على عيني وراسي انو منون؟
قالت له عني أنا؟ قالت له لا والله، أي واحد من أخواته بنعطيه، بس هذا لا. هي نعم ما بنعطيه. وطوت الأيام وتزوجت والبنت تزوجت، أخذت جماعة بيقفلوا البراد على الأكل، ما بينفتح البراد إلا بأوقات معلومة، مرتين بالنهار بيطالعوا منه الطعام، بيرجعوا الطعام بس. اي نعم. وين هلا؟ اي نعم. اخذتها ما خليت فيها مشوار، ولا خلينا سيران، ولا خلينا ارني الا ما رحناها. اي نعم. لما اجت تسال قالت لامي هيك هيك القصه. قالت لها شو مو نصيبنا، مو نصيبنا. فشكر نعمه الله سبحانه وتعالى لما رب العالمين جل جلاله اكرمني باني لازمت العلماء وعدت ادرس عندهم واقرا عندهم والفت كتب شرعيه، وذكرنا لكم انه احدها يدرس في الازهر، درسوه سنوات في الازهر. يوم طلعت على ازهر البقاع، اي نعم، فرحت لعنده لقيت كتابي مقرر عندهم في الازهر عم يدرسوه. فتت على احد القضاة بالشام، اي نعم، مشان في قضيه بدي يعني انا يعني الرجل اللي طرف فيها يعني بهتم فيه انا. ففت لعنده ناله للقاضي، ناله سيدي تسمح لي استلم القضيه انا؟ قال لي منو انت؟ قلت له انا مؤلف الكتاب اللي قدام منك. عمل له هيك للكتاب، قال لي فتحي صافي؟ قلت له نعم سيدي. اي والله. قال لي استلمها القضيه. ما استفدت شيء، طلع كله بيكذب، كله بيكذب طلع. اي نعم، كل واحد مشان ما يخسر الدعوه بيكذب. هلا اي نعم، هلا فايت بصلحها. اي نعم، اثنين كذابين. الحرمه عم تقول اول شيء قالت ما بدي اياه، شيخ خلصني منه. لما عرفت انه الحرمه بتقول ما بدي ما بيطلع على شيء، قال لا بدنا اياه، نحن بدنا اياه. والشاب لما سمع انه اذا هو ما بده معناته بده يدفع نصف المهر لانه ما في دخول، قال لا بدنا نحن. طيب اذا انتم بدكم وهن بدهم ما تتفقوا؟ لا انتم بدكم ولا هدول بدهم، ليش الكذب؟ فسبحان الله بتلاقي الكذب اي نعم يعني ماشي مع الناس مشي غريبه. هلا بكتاب الاحكام الشرعيه عم ادرس مسائل بانه اي نعم النفقه، فبتلاقي سبحان الله الرجل بينزل عند القاضي سيدي والله بطال انا، وبيتي بالكري وميتي شري وما حيلتي شيء، وهي شو بدها نفقه؟ ما ما هو كذاب، كذاب مرزوق وعم يشتغل بس مشان ما يعطيها. فبيفرض له القاضي مثلا اي نعم 500 ليره باليوم. هي 500 ليره شو بدي اشتغل معها؟ اذا عندها رضيع بده علبه نان كل ثلاث ايام، نان واحد حقها 3000 ليره، معناتها هذا الرضيع لحاله بده كل يوم 1000 ليره رضاعه، من عدا الحفظ ومن عدا اذا مريض ومن عدا الاواعي. طيب البقيه شو بدهم يساووا؟ منين بده ياكلوا ويشربوا؟ فمشان انه ما يطلع على نفقه فبتلاقي نزل يكذب. شفتها كثير انا، كثير من الناس لقيته بينزل عند القاضي بيكذب. يعني شو ما في الله؟ لك ما في اخره؟ لك ليش عم تكذب؟ لك مو ولادك هدول؟ بتلاقي ابدا مو معترف لا على ولد ولا على تلد ولا على حدا ولا على اي شيء. فسبحان الله. طيب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في حديث اي نعم رواه الترمذي في كتاب الزهد، يقول عليه الصلاة والسلام: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا. الله سبحانه وتعالى قال له لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بده يجعل له بطحاء مكة كلها ذهب. شو يعني؟ يعني بياكل على كيفه، بيشرب على كيفه، بيلبس. اي نبي لازم يتدلل، لازم يلبس، لازم ياكل. ما رضي سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بل أجوع يوما وأشبع يوما. بجوع يوم بتضر على الله سبحانه وتعالى، يا ربي دخيلك، اي نعم يا الله، اي نعم. الله سبحانه وتعالى بيحب العباد يسألوه، يقول يا موسى سلني ولو ملح طعامك، حطيت أكل ما لقيت ملح. بيحب رب العالمين سبحانه وتعالى انك تقول له يا رب اي نعم بدي ملح، ما عندي ملح. هيك بيحب الله سبحانه وتعالى، نعطاك او ما اعطاك شغله، بس بيحبك تقول له اعطيني. وبيحب الملحين في الدعاء، وبيحب اللي بيسال على طول. الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسال يغضب. الزلمه اذا بتساله او جيرانك او بتقول له والله جارنا
كاسة سكر معيطة، والله إيه نعم كاسة شاي، والله إيه نعم بدنا شوية دبس عنب، شوية دبس رمان، شوية شو خلفتك ونسيتك. أنا فهمنا بقى إيه نعم رقتين ثلاثة، حل عنا يا زلمة، عنا وما بدنا نعطيك، حل عنا. بني آدم بس تسأله زيادة عن اللزوم بيغضب. أهل الله بالأول كانوا ما يغضبوا. إجت جارية لعند رجل قالت له إجا صديقك فلان أخوك فلان إجا دق الباب علينا بده مصاري، أنت مو موجود، منقلنا له المصاري حاططهم جوا بالبيت. ففات فتح الكيس تبعك وأخذ منه دراهم وراح. قال لئن صدقتي أنت حرة لوجه الله. إذا عم تحكي مظبوط، إجا أخي وفتح كيسي وأخذ مصاري، فأنت حرة لوجه الله. طلع فعلا جاي صديقه وأخذ مصاري وأعتقها. كانوا الناس يحبوا يأطعموا، كانوا الناس يحبوا يكرموا. إيه نعم. سيدنا الحسين الله يرضى عنه، إيه نعم، نزل ضيف على شب ما معه شيء. هالشب هذا في معه إيه نعم سخلة صغيرة، يعني غنم صغيرة عايفة حالها، عجفاء بنته عايشة عليها. فما بيعرفه من وهان، ما عرفه هذا سيدنا الحسين الله يرضى عنه. فقال له لمرته اذبحي، إيه نعم هاتي السكين نذبحها مشان نضيف ايش نحط له اكل. لك قالت له هي بتذبحها بتموت بنتك. قال له اصحك تفيقيها، نذبحها ومنكرم ضيفنا، مبين عليه اهل دين وتقوى. سيدنا الحسين عم يسمع، لانه معلومك الخيام مو مثل حكايه الحيطان تبعاتنا، الخيام بتسمع. فسمع انه الشاب هذا إيه نعم ذبح الغنمه وعمل له أكل عليها لسيدنا الحسين طعمه. فقال يا غلام، معه غلام، قديش معك مصاري؟ شو في معنا مال؟ قال 500 دينار، 500 ليرة ذهب. قال له أعطيها. فقال يا سيدي لك حق الشاة تبعه ما بيطلع دراهم، ما بيجو ربع دينار، ما بيجو، شو تعطيه 500 درهم؟ قال له هو أكرم منا، نحن دفعنا مال في معنا لسه مال. إيه نعم مطرح ما بدنا نروح هلا على بيوتنا ومضارب. هذا ما عنده شيء، هذا هلا الشاة تبعه لو مشينا ذبحناها ومشينا بدها تموت بنته لانه بدها ترضع، فمين الاكرم؟ وذبح شاة ما بتسوى شيء، اجا 500 دينار. إيه نحن اليوم سبحان الله بتلاقي بيجي الشحاد على شباك السياره او الزبال، الله يكرمك، الله يبارك فيك، ان شاء الله بدك تروح على الحج، إن شاء الله بتلحمس على شباك سيدنا النبي، إن شاء الله بدنا نروح على الحج بخدمتك، منسكر الشباك، حل عنا يا. هلا بتلاقي الشحادين لما بيوقفوا على السيارات عشان ياخذوا، بيشحدوا من الناس كلها، بس يوصلوا على سيارة فيها شيخ بيبعدوا عنها. ليش؟ 3 شغلات ما حدا بيشوفهم، إجرين الحيايا، وعيون العقارب، ومصاري المشايخ. 3 ما حدا بيشوفهم. إي نعم. فبيلغ الشحاد الا بديروا لعنده، يا بده يسكر الشباك، بده لي اي نعم الله يعطيك روح او كذا. اي نعم. فمره لقيت على الاشارات المرور، كان في اشاره مرور في عليها شحادين هيك، هذول الدستات الصغار اللي بيوزعون. اي والله اجت وحده، اي نعم يمكن يا اول احداث يا ما كنا بالاحداث، قالت لي اعطيني 5 ورا. قلت له أنا الثاني شحاد مثل حكايتك، رح ينزلوني هلا على الإشارة اللي بعد منها مشان اشحاد، تعطيني أنت 5 ورا؟ قالت لي إيه. طلعت 5 ورا بدها تعطيني إياهم. إيه نعم. فسبحان الله، لو صدق السائل لهلك المسؤول. إذا بيجيك إنسان بيقول لك إنه والله بدي أجيب راشيت الدواء، وكان فعلا ما معه حق راشيت الدواء، وأنت معك وما بتعطيه، يا ويلك من الله. لو صدق السائل يلي عم يشحد لهلك المسؤول. اما صاير اليوم ان عن الناس بعض ناس بيعطي 10 ورا، لكن روح الله هي 10 ورا بمشي. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما رضي بطحاء مكه تكون ذهب، قال بدي جوع يوما فاصبر واشبع يوما فاشكر. يا هل ترى اذا ما معك تاكل، اي نعم، تحكي كلام موزون مع الله سبحانه وتعالى؟ لما بتقول له يا ربي دخيلك، اي نعم يا ربي دخيلك، اشوف الناس لون عايشه، إيه ما معنا نحن، ما حيلتنا شيء. مره وقعت في ضائقه، بس ضائقه كانت، يعني كنت رح اصفى بالشارع، كان رح يروح بيتي ويروح كل شيء معي. حملت كتبي ونزلت على الجامع، قالت لي عيالي وين رايح؟ رايح على الجامع، عندي درس.
هاي القصة يمكن من شي 30 سنة. قلت له عندي درس، كنت درس جامع الحاجبية، نازل على الدرس. قالت لي تعالوا لا بدنا ندرس ولا بدنا نعلم حدا، فوت لجوا الله يكرمها. قالت لي رح تعملي مثل ابو ذر الغفاري، إيه رح نشحد. قالت لي لا اشوف المشايخ. قالت لي اللي عنده سياره مفيمه واللي عنده مزرعه واللي عنده مسبح واللي عنده ملعب واللي عنده اي نعم واللي معلق الجبه تبعه بقلب السياره بتلاقي هيك معلقه ما احلاها، ولفته حاططها تلاقي على على, على تابلو السياره هيك ما احلاها اي نعم، الا انت لفتك كلياتها عباره عن شاشيه بيضة بتعمل لي الى هيك تنزل لي عزبه من ورا، وقاعد تدرس وتقرئ وشحدنا يعني. قالت لي شحدنا رح نصفه بالشارع، اي بيتنا رح يروح. ما رديت عليها والله، رحت وهي عم تبكي. اي نعم الله سبحانه وتعالى يوميتها بالذات فك ضائقتي، كانت ضائقتي على 72,000 ليرة، و72,000 ليرة من شي 30 سنة 35 سنة بيتي ما كان يجيب 72,000، كان بيتي يجيب 50,000. اشتريته ب40، اشتغلت فيه وصلحت قمت حطيت، بدي بيع البيت جاب لي 50,000. فكت دقيقتي سبحان الله. يعني بيقولوا لي ناس يعني شيخ شو بدنا نسأله، خليك مع الله، خليك مع الله ما بتخسر. يعني في الله لما ما في الله اخي اذا ما في نعم روح اعمل اللي بدك اياه، جيب اللي بدك اياه، اما في الله وفي اخره والله سبحانه وتعالى عم يسمعنا. لا رب العالمين سبحانه وتعالى بيعرف اسامينا واحد واحد وناظر لنا ونحن قاعدين بالجامع عم نتكلم عنه. كان في عندي شيخ قلبه رقيق كتير، فكان زايرني بالبيت، قام رن التليفون ربحت السماعة امرأة، شو عاملة مع الله ما بعرف بس عم تبكي على التليفون، شيخ مشان الله اي نعم انا ارتكبت ذنب اي نعم وما بعرف كيف دي صالح رب العالمين، ما بعرف كيف دي استغفر الله، هي سارقة مصاري من جوزة، هي سارقة مصاري من جوزة. ما بعرف شو عاملة، ما حكت لي شو عاملة بس قعدت تقلي انه بدها تراضي الله سبحانه وتعالى. قلت لك يا عمو اللي بدك تراضيه سمعانك هلا، سمعانك صحيح انت على طرف من التليفون انا على طرف، بس الله سبحانه وتعالى سمعان المكالمه كلها وناظر الك وشايفك. فاذا كان فعلا صادقه بدك انه اي نعم يرضى عنك بيرضى عنك. قام الشيخ على الصليب كي اي نعم، في ناس قلب رقيق اي نعم. عبد من العباد قال اي نعم إن عبدا من عباد الله قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فما عرفت الملائكة شبدة تكتب الثواب، فصعدوا إيه نعم وقالوا له يا رب، مو صعدوا إنه الله سبحانه وتعالى فوق لا، بس لأنه السماء كل ما أظلك فهو سماء. هلا بيقولوا الملك فوق الأمير والأمير فوق إيش المدير وكذا، مو فوق بمعنى فوقية اي نعم مكاني وليس مكان. لما سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم اكن اقرب الى الله سبحانه وتعالى من اخي يونس وهو في بطن الحوت، وين كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ في الاسراء والمعراج، كان في السماء السابعه. قال ما كنت اقرب الى الله سبحانه وتعالى من اخي يونس، وين كان سيدنا يونس؟ بطن الحوت. اي نعم الله سبحانه وتعالى ليس له مكان. فالملكين قالوا يا رب شلون نكتبها هي؟ والله اعلم. ما الله سبحانه وتعالى سمعوا للعبد لما قال، فقال لهم اي نعم اكتبوها هيك مثل ما حكاها، اتركوها ليوم القيامه انا بجزي عليها. تعرف تحاكي الله سبحانه وتعالى؟ تعرف شلون تترجى رب العالمين جل جلاله؟ تعرف كيف تقعد اي نعم هيك وتبكي وكذا؟ يوم اصابتني المرضى الاولى كل هالناس يدعوا لي، كل هالناس يدعوا لي، بعدين اي نعم انا نفسي يعني سبحان الله انشحنت. قلت له يا ربي دخيلك انا عايش بالجوامع، كل الجوامع عم يدعوا لي، لك ما التقى بهالجوامع زلمه اي نعم من بيناتهم قلبه نظيف؟ اي معقول كل شيء قاعد بالجوامع تعبان ولا واحد قبل شفاعته فيني؟ اي نعم قعدت هيك بالليل صرت ابكي وحاكي الله سبحانه وتعالى، كل الناس عم تدعي لي ولا واحد اي نعم. قلت له بس مشانك خلص رح اعافي فلان اي نعم ايه. مباشرة انزاح المرض راح راح اي نعم ايوه. وهلا بهالمرضى هي اي نعم ما دعيت ما دعيت، ومئات الالوف من الناس اللي دعوا لي. قلت لحالي يعني خايف ادعي
لاني تعافيت الحمد لله، بلشت للشفاء، مشان ما اظن انه يعني انا لما دعيت انا مشي الحال. اي نعم، لا مو انا اللي دعيت، الناس هي اللي كانت، اي نعم، اللي قرا لي ياسين، واللي قرأوا لي ختمه، واللي دعوا لي، واللي كذا، اي نعم. فسبحان الله، يعني الا ما يلتقى بهالعباد هذول، اي نعم، ناس الله سبحانه وتعالى يشفعني، يشفعنا فيه، يشفعهم فيني، اي نعم، ويكرمني فيها. اي نعم. اعملوا آل داود شكرا. الأنبياء كان لهم مصالح يعيشوا منها، ما كانوا بطالين. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم بقراريط، اي نعم، في مكة المكرمة. سيدنا داود كان زراد، كان يساوي دروع. سيدنا نوح كان نجار. سيدنا آدم عليه السلام كان مزارع، يشتغل بالفلاحة والأرض. فكل الأنبياء كان لهم مصالح عاشوا منها. يعني يا هل ترى الإنسان، إيه نعم، بالنسبة له إذا كان يعني، إيه نعم، قاعد بطال وقاعد بالجوامع يعني أحسن من غيره؟ لا، لازم يكون لك مصلحة تعيش منها، وخاصة إذا أكون إمام أو خطيب عايش بالجوامع. يعني هلا رواتبنا 25,000، بيفتحوا بيت هدول 25,000؟ قديش بيعدوا معنا ال 25,000؟ بيعدوا له جمعة؟ والله ما بعرف، يعني بجوز إذا أندأنا على حالنا يعدوا جمعة، أما غير هيك، نعم، ما بيكفوا شيء ال 25,000. طيب يعني شلون كنا نساوي؟ يعني معناتها إذا كنت شيخ بدك تموت من جوعك، أو تمد إيدك للناس. واليد العليا خير من اليد السفلى، يلي يعطيك مشان تعيش، اي نعم، بدك تكون سبحان الله يعني كعبد له. بدي يكون لك مصلحة تعيش منها. اي نعم. هلا انا كنت بالقرى اخطب على الميراث. بالقرى ما بيعطوا البنت ميراثها، ما في، بس للزلم ابدا. يعني احدى القرى فاتوا عليها عم يعملوا مسح، طلعوا ما فيها بنات، كلهم زلم، بنات ما في عندهم. ليش؟ لأنه البنت ما ابترت. فطلعت على المنبر وبلشت أخطب على الميراث، وبلشت صيح على المنبر: أيها الناس، أيها الناس، روى الترمذي في سننه بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فر بميراث وارث قطع الله ميراثه من الجنة. أيها الناس، قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: من فر بميراث وارث قطع الله ميراثه من الجنة. في واحد قاعد بالجامع أول مرة بيجي بيحضر عندي خطبة، قال له: تعال شوف الشيخ كذا. إجا حضر تضربوا أنت والشيخ. قال له: إيه نعم، مو الحق علي، أنا على دوري إجت على الميراث. ما بيعطوا ميراث. فت لعند دكتور حافظ القرآن عن غيب، فت لعنده، قال لي: خالي آكل ميراث أمي. فت لعنده والله وقعدت، ولا قال: أنا رايح جيب غدا وإجي الدكتور. صفيت أنا أنا ما عرفت إنه هذا خاله. طول القعدة بيقول لي: قال الله وقال رسول الله. والله فكرت حالي قاعد مع الشيخ أحمد كفتارو. قلت لحالي: يا سلام، يعني هالزلمة قاعد عم يحدث علي، الله يجزيه الخير، ناقصني شوية معلومات رح يعلمني ياهن. وإذا إجا الدكتور: مرحبا شيخ الأهلين. قلنا له: ما عرفنا بفضيلة الشيخ. قال لي: خالي اللي آكل ميراث أمي. تاكلك أم علي إن شاء الله. إيه نعم، وقاعد عم تحدث علي، وقاعد عم، إيه نعم، تقول لي: قال الله وقال رسول الله يا سرسري. أي قال الله وقال رسول الله؟ إيه نعم، معناتها ما بتعرف الله لا من قريب ولا من بعيد. فإيه نعم، أحيانا في عزة بيجوا ناس يعزوا، فبيكونوا لعيبين شدة، فما تلاقي لفات، إيه نعم، حفظ له كلمتين جاي يخطب علينا فيهم. إذا ما بنعرفه نحن يعني ممكن نسمع له، أما اللي بيعرفوه لا، ما بيسمعوا له. قديش صارنا؟ إيه نعم، ساعة إلا ثلث. إيه نعم، نعم. فبالشكر تدوم النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. خلي دائما حمد الله سبحانه وتعالى على لسانك، أكرمك الله يا أخي. خليك دائما عم تحمد الله سبحانه وتعالى.
نعطي الاولاد سكر اليوم ولا صغير مريت من جنبه قال لي انت وحش؟ قلت له مين قال لك هيك يا جدو؟ اي نعم. قال لي واحد مره قال لي هذا وحش. قلنا له هي سكره وحش انا؟ قال لي نعم. نعم. فنسال الله سبحانه وتعالى انه يرزقنا الايمان وحسن المساله وحسن المعامله مع الله سبحانه وتعالى وحسن المراقبه، تخليك دائما مع الله. سهل بن عبد الله التستري قال علمني خالي السر السقطي، اي نعم، ان اقول دائما الله ناظري الله شاهدي الله مطلع علي. اذا في قلبك يقين الله سبحانه وتعالى شايفك شو ما بتعمل، واي نعم الله شاهد عليك شو ما بتعمل ومطلع عليك، حتى على اللي بصدرك مطلع عليه، من قوم نظبط امورنا مع الله سبحانه وتعالى. وفي هذا القدر الكفايه، والحمد لله رب العالمين.